بتعرف ليش جيت عليك؟ ليش جيت عليك؟ لانه هاي القعده طبيعيه بالنسبه لي. هاي دكان تبوي على فكره. طيب. لعلمك الخاص. طيب ممتاز. هاي دكان تبوي. الله يسعدك. وهذا الميزان والله العظيم كان عند ابوي مثله. يا الله. وهاي المحماسه محماسه جدي. وجزء طبعا بضاعه مستجده. وكلها. واول كراسي تجوزت فيهن هذين. الله. صوره بنتي على واحده منهن. فهذا جزء مننا نحن. جميل. احنا طبيعتنا. انا خلصت الحلقه. كثير من السياسيين راح يناقشني ما لقيت غير تروح على هذا البلد. لا اجى ناس. قلت له انا جدا قلت له انا بلاقي حالي محل. الله يسعد قلبك.